كل متابعي برنامج صباح شروق، رانا في اجواء صيفيه على شاطئ البحر، يعني مكان ممتع ولو انه الحراره شويه راهي هنايا سيختو عندك انت اكزاكتو مي ضربه في الشمس زميلتي زهره. اذا ككل اسبوع نجيكم بفقره اجندا ويكاند، يعني هي المواعيد ولا الخرجات اللي نقترحهم للمشاهدين كل نهايه اسبوع باش يغيروا جو، خاصه ورانا في فصل الصيف ومع وقت العطله. اذا اول خرجه اللي راح نقترحها اليوم لكم هي خرجه الى دلس. دلس اللي هي منطقه معروفه فيها القصبة تاعها اللي فيها أماكن أثرية وأماكن تاريخية، ميناء دلس وكذلك يعني المقبرة القديمة. هناك العديد من الصفحات التي تقترح دلس كوجهة لنهاية الأسبوع، وراح تكون خرجة يوم الجمعة، يعني ابتداء من الساعة 8 صباحا راح يكون الانطلاق من ولاية بليدة، ومن الساعة 9 صباحا من ساحة أول مي، بالنسبة للناس اللي حابين يكتشفوا المنطقة ربما ولا اللي حابين يغيروا جو بعد أسبوع من العمل، لأنه مازال كاين ناس راهم يشتغلوا في هذا الشهر جوية. إذا راهي فرصة لهم باش يقضيوا عطلة نهاية الأسبوع في مكان مريح، من جهه راهم يكتشفوا منطقه اثريه جميله جدا، باسكو بزاف الناس ربما حاسبين بلي كاين غير قصبه العاصمه، ولكن دلس منطقه كذلك فيها القصبه ديالها وفيها اثار كثيره وفيها شاطئ البحر والميناء تاعها. انا شفت دبل فوتو، وهي منطقه أمالي. يعني تستاهل انه الانسان يروح يزورها، يعني بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذه الخرجه، يجي في بالك يكتبوا رحله او خرجه الى دلس، راح تخرج لهم العديد من الاقتراحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قلتي الصور جميله جدا. وكافينا دون انفي دو سورتير. اذا ذكر برك انه الانطلاق بالنسبه لهذه الرحله راح يكون يوم الجمعه صباحا على الساعه 9 من ساحه اول ماي، وعلى الساعه 8 من البليده. ثاني خرجه اللي راح نقترحها لكم ربما لنهايه هذا الاسبوع هي خرجه خاصه نوعا ما، سي سورتي اون باتو، ولكن هذه الباخره ما راهيش باخره عاديه بما انه فيها مطعم، سي سكون ابل ان باتو ريستورون، يعني في ميناء لا مادراك بعين بنيان. بالنسبه للناس اللي يحبوا ركوب الباخره وفي نفس الوقت يستمتعوا، عندهم يعني ماكولات مشروبات، عندهم حتى حفلات موسيقية، ربما هي الفرصة باش يخرجوا يعني في البحر ويستمتعوا بهذه الأجواء. لكن أنا بعزة أن صافي با لونتون تواصلت مع هذا الباخرة، قال لي أون أنولي لو ريستورون، دونك جو بونس كو عاودوا رجعوا ليزاكتيفيتي، لأنه هذا الأسبوع داروا خرجتين أظن، وكان هناك العديد من الفنانين اللي حضروا في هذيك الخرجات، يعني بالنسبة للناس اللي تحب ركوب الباخرة واللي ما عندهاش لو مال دو مار كيما أنا، لأنه أنا جربت شخصيا هذه الخرجة، هي خرجة ممتعة جدا، ولكن يعني ما حملتش جي لو مال دو مار، اذا ما حملتش ما تقدرش امبوسيبل فوالا، ولكن بالنسبه للناس اللي يقدروا هي خرجه ممتعه جدا، يعني جربوها ما راحش تندموا. نذكر انه المكان هو لا مادغاك او شاطئ عين بنيان. ثالث خرجه اللي راح نقترحها لكم هي دائما نقعدوا توجور في البحر بما اننا في فصل الصيف، هي خرجه في الكاياك. قوارب الكاياك بالنسبه للناس اللي يحبوا لي زافونتور، اللي يحبوا المغامرات، اللي يحبوا يجربوا او يقوموا بتجارب جديده، الكاياك راهي فرصه بالنسبه لهم. راح تكون هذه الخرجه في منطقه شرشال بتيبازا، وراح تكون يعني كل ايام الخميس الجمعه والسبت طيله شهر جويلي، يعني بالنسبه للناس اللي حابين يجربوا حابين يكتشفوا جاتكم الفرصه في نهايه هذا الاسبوع. هناك العديد من الصفحات، يعني ربما ما نقدروش نذكروا الاسم، ولكن العديد من الصفحات راهي تقترح خرجه بقارب الكاياك. والشيء الايجابي انه بالنسبه للناس اللي يقول لك ربما انا ما نعرفش نركب الكاياك واش نروح ندير، كاين مدربين، كاين اخصائيين رايحين يرافقوهم، الناس اللي تعرف تقدر تخرج وحدها، والناس اللي ما تعرفش راح تخرج مع مدربين يرافقوهم ويديروا لهم يعني من انيسياسيون او كاياك. ونذكر انه المكان راح يكون بشرشال يعني بولايه تيبازا، وراح تكون ايام الخميس الجمعه والسبت. ثالث خرجه اللي راح نقترحها لكم كذلك، او رابع خرجه نقترحها لكم هي دائما نقعدوا توجور في البحر، ولكن راح نهبطوا شويه لاعماق البحر، هي سي سكون ابل لا بلونجي سو مارين. اذا راح تكون لا بلونجي سو مارين راح تكون دائما في تيبازا، وبالنسبه للناس اللي يحبوا تجربه الغوص تحت الماء، او عفوا ماشي في تيبازا، راح تكون في ديكا بلاج بعين طايا، بالنسبه للناس اللي يحبوا لي سونساسيون فورت ويحبوا يكتشفوا ما يخفيه البحر، اذا نقترحوا لهم هذه الخرجه اللي راح تكون يوم السبت 10 جويلية على الساعه 7، يعني راح يكون انطلاق دائما بساحة أول ماي، ونهاية الخرجة راح تكون على الساعة 6. دائما نذكر باللي هناك تعليم، يعني راح يكونوا مدربين يعلموهم طريقة الغوص
تحت الماء، راح يديروا تجارب، راح يخرجوا في الباخره، كذلك يقوموا برحله على شاطئ البحر في ديكابلاج دائما بعين طايه. بالنسبه للناس اللي عندهم الشجاعه، انا شخصيا ما نقدرش يعني ندير لا بلونجي سوماغين، ولو اني نحب البحر الا ان عندي الخوف تاع يعني لي بروفوندور، ولكن بالنسبه للناس اللي يحبوا يجربوا لي سونساسيون فورت في الصيف راهي جيده. الغوص انا كنت ندير الغوص، يعني هبطت حتى ل 19 في دمي تحت الماء، دونك كان عندي فريمون شرف كبير، لكن سي تري تري دانجورو، يعني لازم فريمون الواحد يكون مكون باش تقدر تيجير نسبه الاكسجين مع الوقت اللي اسكو يكفيك باش تطلع اسكو يكفيك باش تهبط. لكن ننصح به الناس يكونوا فريمون مؤهلين ويطلبوا فريمون بوكو دافورماسيون قبل ما تهبطوا، باسكو اون فوا لتحت مالغري يكونوا معاك دي مونيتور، مي غاست اون اكسبيريونس ان بو سبيسيال بيان سور، باسكو سي با ايفيدون يعني يحطوا لتحت، سورتو الناس اللي اول مره راح يجربوا هذه التجربه. ولكن كما قلت نفس الشيء بالنسبه للكاياك، هناك اخصائيين مدربين رايحين يرافقوهم ان شاء الله، ويعني سي يا ان كادرومون بور سيت اوبيراسيون، يعني اكيد ما يغامروش، مستحيل يغامروا بهذا اروع الناس. اخر خرجه اللي راح نقترح لكم، راح نخرجوا من البحر نعاودوا نرجعوا عند سيتو اون فيل، وهي خرجه الى قصبه العاصمه، هي خرجه او جوله عبر التاريخ بالنسبه للناس اللي يحبوا في فصل الصيف يعني يغيروا جو، يعني ربما يتعبوا من روتين البحر، يقول لك انا حبيت جوله تاريخيه، جوله نكتشف فيها التاريخ واش تسخر به القصبه من مناطق اثريه. هاي الفرصه يعني كل ويكاند، كل يوم سبت كاين العديد من الصفحات اللي راهي تقترح يعني خرجات الى القصبه، راح تكون الانطلاقه دائما على الساعه 9 صباحا من ساحه الشهداء، ويعني يكتشفوا كامل لي شاتو يعني القصور اللي كاينين والمناطق الاثريه وكل الاسرار اللي مازال تخفي فيها القصبه. انا شخصيا زرتها عده مرات وحتى قمت بروبورتاجات فيها، ولكن كل ما نعاود نزورها كل ما نزيد نكتشف يعني حاجه جديده فيها، ورايحين يكونوا يرافقوهم يعني دي جيد اللي يشرحوا لهم يعني كل 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 مكان واش فيه واش يمثل واش من فطره تاريخيه ينتمي اليها. اذا كانت هذه هي الخرجات الخمسه اللي اقترحتها لكم نهايه هذا الاسبوع، نتمنى انها تكون عجبتكم. نذكر فقط انه هناك اجراءات جديده يعني نتيجه او نظرا للوضعيه الوبائيه وارتفاع يعني الكادو كونتامينياسيون، كاين اجراءات جديده يعني مثلا بالنسبه للكاياك ولا حتى للغوص، نقصوا العدد تاع المشاركين، حددوهم ب10 باش ما يكونش يعني انتشار وباء، والناس يعني نذكروهم بضروره ارتداء الكمامات واحترام المسافات واتخاذ كل الاجراءات الضروريه لتفادي ارتفاع العدد يعني المصاب.